نسمع. رومانية وبيزنطية، الكلها حضارات وثقافات مرت على مدينة دقة، مدينة الأثرية المحمية وسناء ثقافة الحياة والفن، باش تكون حاضرة وموجودة في مهرجان دقة الدولي في دورته 41 اللي باش تمتد من 11 إلى 26 أوت، وين باش نلقاو عروض متنوعة وثرية. نهار الافتتاح للجمهور نصيب في فن الأوبرا مع الفنان حسين الدوس. مثل الباب دخلنا وطلعنا في العوام وعبد الوهاب يا بابا غنى. ونهار 22 أوت نورشيبة بالعكاز يمتع جمهور دقة بالفن التونسي الأصيل. مرض الهوى قاتلني واشي داويني واشي داويني. وللضحك مكان في المهرجان وين باش نلقاو لطفي العبدلي وعرضه عبدلي شو. فريق التنسيق عم يخاف على الإنسان 83 يونانية سبونتانية العام ونزح سيطر ما تولي عنها كلوب. أما نهار 17 أوت لكم موعد مع الفن الشعبي والربوخ مع ثلم الفنانين الشعبيين على غرار محمد علي الأسمر، محمد رمزي، أنا يا ماشي حوت نخرج من الماء الموت يا روحي ما تخميش، وشاب سليم. 21 أوت باش تتلقاو مع الفنان سفيان الزيدي، قدود حلبية وصهيب الحلبي والدبكة السورية. سلم على أحباب قلبي جناطين 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 جناطين. والعروض تتواصل النهار اللي بعده مع الموسيقى الروحانية في الزيارة التونسية. 24 أوت مفاجأة المهرجان الجمهور مع فنان عالمي، ونهار الاختتام المهرجان يستضيف الفنان اللبناني زياد البرجي. ما حس وعي قلبي تبكيها ونسيها كل الأحزان. وللتنويه فإن العروض تنطلق 9:30 متاع الليل، في حين إنه عشاق الحضارة والأثار ينجموا يستمتعوا بالمناظر الجميلة لمنطقة دقة العظيمة ويكتشفوا مكان صامد وتراث كبير. نسمع.